إذن كثير من القضايا والتقاطعات هي التي تحرك الأسواق في العالم، لكن تبقى معدلات الفائدة هي الهاجس الأكبر الذي يؤرق الأسواق، وتبقى بيانات التضخم الأمريكي اليوم واحدة من هذه العوامل أيضا. رائد حامد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، مجموعة إيكويتي، دائما أهلا وسهلا بك سيد رائد. وسهلا، الله يسعد أوقاتك. ودعنا يعني نبدأ من حيث سيتحرك الاحتياطي الفيدرالي من خلال مراقبته لبيانات التضخم الأمريكية اليوم، كيف تقرؤونها؟ طبعا التوقعات تشير إلى أن يكون في عندنا ارتفاع طفيف في بيانات التضخم على القراءة السابقة، ولكن تبقى قريبة من أو لا تزال في المسار الهابط نسبيا، وتتجه ربما إلى قراءات أقل. الارتفاعات المتوقعة أو هذه الطفيفة المتوقعة في سواء كانت مؤشرات الأساسية التي يستخدم منها الغذاء والطاقة أو المؤشر العام، كلا المؤشرين الارتفاعات هي بنتيجة أنه موسم الأعياد وموسم السيزن اللي راح يكون كان في طلب كبير على الطيران وعلى التكتات وعلى المشتريات بشكل عام، فبالتالي ذلك قد يحفز الإنفاق الاستهلاكي وربما ترتفع بعض الشيء الأسعار في ذلك الموسم، هذا قد يفسر الارتفاع الطفيف. ممكن إذا نظرنا أكثر بعمق التفاصيل بيانات التضخم اليوم نرى تماما المصادر الرئيسية المتوقع أن يكون فيها تفاعل أكبر، إن كانت صناعات تحويلية أكثر أم هي عبارة عن مشتريات وريتيل سيلز بمجملها. إجمالا الفيدرال الأمريكي ينتظر إذا ما كان هناك مفاجأة في البيانات، أولا إذا كانت اقتراب أكثر نحو المستهدفات، أي قراءة أقل من التوقعات أو قراءة دون 3% على القراءة السنوية، ممكن يكون في عندنا موعد أقرب من المتوقع للفيدرال الأمريكي للتوجه نحو تشديد تقليص السياسة النقدية عفوا، وربما يبدأ قبل منتصف العام الحالي ربما في موعده الأول في شهر مايو. أما القراءات الأعلى من التوقعات سوف ترجع قرار الفيدرال الأمريكي بالتوجه نحو تشديد تقليص السياسة النقدية والحاجة إلى سياسة متشددة لفترة قد تكون أطول بعض الأشهر، قد تكون مفيدة بالنسبة للفيدرالي ليضمن التضخم يصل للمستهدفات. طيب رائد، دعنا نعرج على المنطقة الآسيوية وتحديدا هنا نتحدث عن أسواق الأسهم، ومن اليابان يعني شاهدنا زخم كبير من الارتفاعات ومستمر على المؤشر نيكاي الذي وصل إلى أكثر إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 33 عاما. اليوم المستثمر يعني هذا التوجه الذي نشهده أو أرى لي يعني دعنا نقول منذ مطلع هذا العام، إلى أي مدى قد يستمر أو ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى استكمال هذه الموجة؟ هذا الرالي يأتي بالتزامن مع بقاء على سياسة متيسيرية بشكل كبير جدا من البنك المركزي الياباني، وفي نفس الوقت نحن نشوف أنه المستثمر الياباني يتجه إلى ازدياد في الثقة في أسواق الأسهم على وجه التحديد والتوجه نحو هذه الأسهم، طبعا مع في ظل السياسة التحفيزية التيسيرية بشكل عام، هذا عم يدعم. إضافة إلى ذلك أنه أنا في عندي بعض البيانات المختلطة نوعا ما ولكنها لا تزال بإيجابية تصب لصالح الفيدرالي عفوا لصالح الأسواق اليابانية ولصالح مزيد من المخاطرة. الألترا لوز بوليسي شيء لن يتغير في يوم وليلة ولن يتغير بشكل بسيط أو سهل في ظل توجه باقي البنوك المركزية حول العالم أيضا إلى سياسات تيسيرية أكثر، من الصعب جدا أن يتجه البنك المركزي الياباني إلى سياسة متشددة بشكل أكبر، وبالتالي ذلك قد يفتح المجال نحو مزيد من التحسن في شهية المخاطرة على أسواق الأسهم اليابانية، ولهيك عم نشوف النيكاي يرتفع بهذا الشكل الإيجابي، وأيضا بالتفاؤل بأن يكون هناك عدوى إيجابية من باقي الأسواق الآسيوية في اليابان بالنظر إلى شريك تجاري مثل الصين. نحن عم نشوف أنه توقعات لطلب أعلى ومستقبل أفضل، ربما ذلك يحفز الأداء بشكل أكبر بالنسبة لأسواق الأسهم اليابانية. إذن يعني دعنا نتحدث أيضا رائد في ما يتعلق ب القنوات الاستثمارية الآن، نحن في العام 2024، إلى أي مدى تغيرت الوجهات في تقديرك ما بين السندات الأمريكية وما بين أسواق الأسهم، يعني في ظل هذه المعطيات وإرهاصات ربما خفض معدلات الفائدة، هل حدث ثم التغيير؟
أعتقد نحن بالنسبة للمستثمرين إجمالا خلينا نقول على مستوى الأسيت كلاسز لا يزال التوجه نحو الأسهم هو أكبر بكثير مما كان عليه في أي وقت مضى، وبالتالي سوف يعزز ذلك في الفترة القادمة. ابتعاد بعض الشيء عن الفيكست إنكم أو عن الأصول ذات المخاطر المنخفضة أو السندات، خصوصا في ظل توقع أن يكون في عندي أسعار فائدة أقل في الفترة المستقبلية، فبالتالي الشفت بيكون عندي نحو أسواق الأسهم بشكل طبيعي، وابتعاد عن السوق السندات باتجاه أسواق الأسهم. ربما هذا اللي راح نشهده بشكل أكبر، ولكن ذلك قد لا يعني حقيقة أن يكون في عندي ارتفاعات قوية في أسواق الأسهم في ظل مخاوف بعض الشيء فيما يتعلق بموعد انقلاب السياسة النقدية من تيسيرية إلى أكثر، من تشددية إلى أكثر تيسيرا، موعد الانتخابات الأمريكية، العديد من العوامل يعني طيب التي قد تغير من المشهد بالنسبة للمستثمرين خلال تعاملات هذا الأسبوع، عفوا هذا العام 2024. ولكن إجمالا AI والذكاء الاصطناعي وهذه الفورة ربما تجني مزيدا من الاهتمام خلال عام 2024، وتساعد على نزوح أكثر للرساميل والاستثمارات نحو أسواق الأسهم والـ ETFs والمحافظ المدارة بشكل عام. شكرا جزيلا لك رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي.